صراحة بعيدا عن الكلام هذاك الجميل والرائع والأخوة والشعب، هل يكون الجمهور المصري مساندا للجزائر أمام كوديفوار وربما لاحقا، أم أنه بكل صراحة نعرفك صريح، أم أنه الشعب الجمهور المصري يتمنى خروج الجزائر لأنه هو خرج؟ طيب هقول لك على حاجة أنت هتستغربها جدا، أقسم لك بالله أنه منتخب الجزائر عنده حالة تعاطف وتشجيع في مصر ربما أكثر من المنتخب المصري في هذه البطولة بالذات. تجولوا بكاميراتكم في الشوارع وشوفوا منتخب الجزائر بيحظى بإعجاب المصريين واحترامهم جميعا، هناك احترام غير طبيعي لمنتخب الجزائر، لحمية اللاعبين، لحرقتهم على علم بلادهم. هناك على فكرة في مشجعين مصريين موجودين في مباريات منتخب الجزائر بقميص الجزائر وبيرددوا النشيد الجزائري، ومستعد أصور لك ده وأبعته لك بالفيديو. شكرا جزيلا لك محمد عطاء الله، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة محمد عطاء الله.